هذه ابيات اللي يقول انتم تشوفون افضيم وساكتين اي نعم واسكت ونسكت لاش علم ولا خبر لا خبر هذه قصيدة من اروع ما كتب حافظها بالله يقلها طالب كيف والله اني حافظها لكن ما ودك تقول زين يقول انتم تشوفون افضيم وساكتين واسكت ونسكت لاش علم ولا خبر هذه سنة واصبر علينا وسنتين واصبر علينا يوم واسبوع وشهر يا سلام اللي انا خيناكم ترونا ضايقين والله فلا جيناك فاليوم العفر ما عاد باقي عندنا غير اليقين وسلوم اهلنا والكرامه والشعر اما الصبر واحلامنا راح نطحين صبر محرم سارقينه من سفر راحت على كذب المنافق والذهين اللي فعل واللي ترك واللي دمر اللي جيته بسط لك باليمين اللي جيته بسط لك باليمين شمس الضحى وبكف يسراك القمر عدك على هذا من اقول ابيات يقول عدك على هالداج اذا وعدك عدك على هالداج ولا الرافدين يا صملت عدك على عجال حفر والله يعني ما من نتيجه واليوم لو اصعب علي بوح الكنين يحدنا على المر شيء منه امر وخيرك يا طير شلوى حاجتين وخيرك يا طير شلوى حاجتين امسنا ولا تسلفنا صبر صابتني التخمه من العذر السمين ما عاد في جوفي مكان للعذر صرنا من احداث الليالي ملكعين والاول اجواد نجامل ونعذر شرين لكن نقتنع في كلمتين ونصدق ان القدر يبقى بالصدر هذا البيت اللي تبيه ونصدق ان القدر يبقى بالصدر يقول الله يعين ايه ادري ان الله يعين والله لا يتكلنا على زيد وعمر حنا على رب البشر متوكلين والسعي فرض الله على كل البشر ونورد الشرات صوب الغانمين اللي سمعنا عن علومه من خبر خطوه بلجن كتجربوها الطيبين لا مره ولا مرتين ولا عشر واللي يتبين موقف قاسي يبين ياخذ شهاده حسن تدبير وشكر نجي على الهقوات صوب الشامخين اللي يعرفون الشموخ من الكبر من الحياه والمرجله متجملين وانفسهم وبيوتهم ما يقفوا نعم ينبيك عن وصف السنافي شارتين عقب نباه اللي مثل قط فزار لو راحته تندع يبي يند الجبين عن قولة عن واجب العاني قصر أخذ على نفسه قبل وصله يمين قدره يزود ولا ينقص لك قدر يا سلام هذا سلام.